المغرب إلى يونس ابن عبيد. ومن هو يونس؟ إمام زاهد علامة فقيه ضرب بذكره في الأقطار والأمصار. هذا الرجل كان مستجاب الدعوة، قال انحرفت إليه، أي إلى يونس ابن عبيد. حينئذ أخذ يذكر الله في نفسه حتى صلينا العشاء، ثم قال هل لكم في جنازة فلان؟ فذهبنا معه، فلما انتهى من ذلك قال هل لكم في زيارة فلان العابد؟ فإن المرض قد اشتد به. فذهبنا معه، فدخلنا على عابد فرأينا من العابد أمورا عظاما. رأينا الرجل وبين يديه قدح من ماء وقطن، وقد ابتلي بالخبيث في وجهه، أي بمرض يسقط له الأطراف، يعني قطع الوجه تسقط لوحدها كده، القطع تسقط وحدها. انظر حتى ابتلي في لسانه، فكان إذا أراد أن يتكلم أتى بالقطنة فوضعها في الماء ثم بلل لسانه ثم تكلم فيحسن الكلام فما نرى أفضل منه. فلما جلسنا بجواره حمل القطن ووضع القطن في الماء ثم مسح اللسان وقد سقطت أضراسه وسقطت شفتاه، وأخذ يمسح اللسان ويحسن الكلام. انظروا معي، يمسح اللسان ويحسن الكلام، بينما هو يفعل ذلك إذ سقطت حدقتاه عيناه، إذ سقطت عيناه حدقتاه في نفس القدح. فأخذ يقلب بيده في القدح حتى أمسك بحدقتي، أي بعيني، ثم قال الله أكبر. لازلت أرى فيهما سمنا دهنا، لسه مليانين، لازلت أرى فيهما سمنا، لقد كنت أظن أنه ما بقي فيهما شيء. ثم رفع رأسه ثم قال لك الحمد يا ربي على ما أعطيتني العينين وأنعمت بهما علي، فكنت أتلو كتابك حتى ختمت القرآن أكثر من 100,000 مرة. ولما علمت وأنت العليم أنني سألقاك أخذت مني العينين حتى تبدلني خيرا منهما يوم القيامة إن شاء الله. فقال له يونس جئنا لنعزيك يا رجل، الآن نهنيك. قال فدعا الله كثيرا ثم حمده ثم قال اللهم لا تجعل لمخلوق علي منه بعد اليوم. قال فقمنا فما برحنا الباب حتى سقط ميتا. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، بإذن الله جل وعلا، فإني أود أن أقول لمن نسي الذنب ونسي النعمة، لا بد وأن تتوب إلى الله جل وعلا وأن تشكر الله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. إن نعم الله لا يستطيع نبي مرسل ولا إمام مقدم ولا ولي محبب أن يحصيها مهما أوتي من علم. وإن على رأس النعم نعمة الإسلام، نعمة الإسلام،
ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ونحمد الله على أن جعلنا من أمة التوحيد، على أن جعلنا من المسلمين. انظروا إلى أمة النصارى وكم هي، انظروا إلى أمة اليهود وكم هي، انظروا إلى عباد البقر وكم هم، انظروا إلى المجوس وكم هم، انظروا إلى الأمم الكافرة، عافانا الله من كفرهم وأنعم علينا بنعمة الإسلام. والآن آن لي أن أختم بهذه الرواية بإذن الله جل وعلا. قلت إن الأولى حسنوها، وإن شيخنا الحبيب الألباني رحمه الله تكلم في إسنادها بضعف، إلا أن الشاهد لها بإذن الله يقويها. من أجل ذلك أقولها بطمأنينة قلب. قال صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم، أؤكد بشاهد الرواية، كان في من كان قبلكم رجل عبد الله 500 عام. إني لا أريد أن أقول كلاما يصل إلى الآذان، لا، بل ركز معي. عبد الله 500 عام، أقول ماذا للذين يموتون فجأة في الطريق؟ أقول ماذا للذين انتشر السرطان بين أيديهم ومن خلفهم ومن بين ظهورهم؟ أقول ماذا للذين سرى فيروس الكبد في أحشائهم وفي بطونهم؟ أقول لأهلي، لنفسي، للجميع: إن الأمراض قد تراكمت علينا، وإن الموت يأتينا من كل اتجاه، ولا يستطيع مخلوق أن يطيل أجل نفسه، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إن الطبيب مهما أوتي من الطب فإنه لن يستطيع أن يفعل شيئا. سلوهم أمام انفلونزا الخنازير، سلوهم أمام انفلونزا الطيور، سلوهم أمام هذه الأمراض، سلوهم أمام السرطان، أمام الإيدز، أمام فيروس الكبد، إنهم ضعفاء. ولذلك أقول للجميع، ونحن نرى الموت بأعيننا، نرى طفلا ولدته أمه لم تكتحل عيناه برؤية الدنيا ثم يلقى الله جل وعلا، ونرى غلاما صغيرا يلعب مع الصبيان وأكفانه تنسج عند الرجال، ونرى عريسا وعروسا في ليلة زفافهما ثم هما بثياب كفنهما، ثم نرى رجلا يضرب الأرض بقدميه ويدكها دكا، ثم تخرج روحه، يقال ماذا؟ مات فجأة، مات بأزمة، مات بذبحة. ثم نرى المستشفيات وقد اكتظت بالأورام السرطانية، اكتظت بالبشر من الرجال والنساء والشباب والأطفال. وانظروا إلى الأسرة في المستشفيات، امتلأت بهؤلاء الذين أصيبوا بفيروس الكبد وهو يحصد الناس حصدا، وبانفلونزا الخنازير إلى آخرها. ورغم ذلك لا يتعدى عمر الإنسان 100 عام، ورغم ذلك يكذب وينصب ويرتشي ويرابي ويظلم ويزني ويتتبع النساء ويفعل الأفعال القبيحة ويأتي بالموبقات، وما عاد إلى رب البريات. عبد الله 500 عام على جزيرة في بحر لجي، على قطعة أرض في وسط بحر لجي. انظروا، حينما أقول على جزيرة في وسط بحر، المعلوم أن ماء البحر إنما هو ملح، ورغم ذلك عاش هذا في وسط الماء الملح الأجاج. لكن بقدرة من؟ بقدرة الذي إذا قال للشيء كن فيكون. انظروا ماذا جرى، فأوجد الله له بجواره عين ماء عذبة تخرج من الماء الملح الأجاج. القادر على ذلك من؟ الله جل وعلا. أوجد له بجواره عين ماء عذبة تخرج من الماء الملح الأجاج، وأوجد له بجواره شجرة تأتيه كل يوم بثمرة لا تنقطع صيفا ولا شتاء، ليس لها موسم. القادر على ذلك هو ملك الملوك ورب الأرباب. انظروا إلى النعم، انظروا، هذه الرواية تجمع ما بين الذنب وبين الشكر. انظروا، رجل يعيش على جزيرة في بحر اللجي، أوجد الله له عين ماء عذبة، لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل جعل له شجرة تأتيه كل يوم بثمرة لا تنقطع صيفا ولا شتاء.
وأتته المنية، فأرسل الله إليه.